كرونيك دايريه. التعريف بتاعها ريجيد زي ما خدنا التعريفات اللي قبل كده. دايريه جرادوال اونست مش اكيوت، جرادوال اونست لاستنج اكتر من شهر او ريكرنت ديو تو نون انفكشوس كوز. كلمه نون انفكشوس كوز هتبان لك دلوقتي في الاسباب، ان معظم اسباب الكرونيك دايريه حاجات نون انفكشوس، على خلاف مين؟ الاكيوت دايريه معظمها كانت حاجات انفكشوس. الميكانيزم خدنا هناك تقريبا ميكانيزم السكريتوري وميكانيزم الاوزموتيك، هيزيد هنا ميكانيزمين كمان. السكريتوري دايريه اللي تبقى كرونيك حاجات غريبه واسماء غريبه شويه هنعديها مع بعض. اكسس في اي بي او جاسترين، في اي بي اللي هو الفازو اكتيف انتستاينال بالتايل او الجاسترين، دي هرمونات لوكالي اكتنج بتطلع من انسايد الجي اي تي من البنكرياس وخلافه، بتنشط الموتيليتي وبتزود السكريشنز بتاعت الجي اي تي. في بعض امراض يبقى فيها زياده في الجاسترين هنشوف دلوقتي تحت، وبعض امراض يبقى فيها زياده. كونجنتال كولوريدو دايريه، طفل عمال يطلع من الكريبتس، فاكرين رسمه الكريبتس اللي كنا عاملينها؟ عمال يطلع من الكريبتس صوديوم كلورايد ومش قادر يمتص الكلورايد من فوق، فيسموه كونجنتال كولوريدو او كلورايد دايريه. ده من اول يوم من داي زيرو لحد ليتر اون، لحد ما يعيش الطفل عنده اسهال وتري ميه. وفين وفين على ما تشك ان هو ممكن يبقى حاجه زي الكونجنتال كولوريدو دايريه ده. رير ديزيز وبيبقى سيفير. الاوزموتيك دايريه، فاكرين لما خدنا في البريست فيدنج قلت لك ان في على الفيلاي من فوق في براش بوردر، براش بوردر ده عليه دايساكارايديز انزيمز منها اللاكتيز انزيم، ممكن اللاكتيز ده يبقى لوست نتيجه حاجه من اثنين، يا اما خلقه ربنا ما بيتكونش اللاكتيز بنسميها برايمري لاكتوز انتولرانس، او ممكن يبقى سكندري جاسترو انتولرانس بس ده بيبقى ترانزنت يا دكتور. البرايمري لاكتوز انتولرانس ده طفل خلقه ربنا الانزيم ده مش موجود عنده، وبالتالي اي لبن او اي اكل فيه لاكتوز مش هيعرف يتعامل معاه، هيتركن في الانتستين يشفط ميه حواليه بالاوزموزس ويروح نازل في صوره ايه؟ دايريه. ماشي، ده البرايمري لاكتوز انتولرانس. في حاجه مور اند مور رير بقى، ان الطفل عنده كونجنتال ديفيشنسي في الابزوربشن بتاع الجلوكوز او الجلاكتوز. الجلاكتوز مكتوب عندكم غلط، هو مكتوب جلاكتوز، هو جلاكتوز صح مش جلاكتوز بالسي. كونجنتال جلوكوز جلاكتوز مال ابزوربشن، خلقه ربنا الترانسبورتر بتاع اللي بيشيل الجلوكوز او اللي بيشيل الجلاكتوز مش موجود، هيتركن هذا الشوجر في الانتستين وينزل. غالبا الحاجات دي يا جماعه رير جدا وبتبقى حاجات كبيره. ممكن يبقى في ديكريز في السيرفيس اريا او تشينج في الانتستينال موتيليتي. ديكريز في السيرفيس اريا بتاعت الجي اي تي يبقى الجزء المتبقي للدايجيشن والجزء المتبقي للابزوربشن قليل، يبقى انت عندك مال دايجيشن ومال ابزوربشن، والكلام ده هيجي في تايتل كبير جدا بعد شويه اسمه مال ابزوربشن سندروم. نديك اكزامبلز سريعه، شورت باول سندروم والسيلياك ديزيز، الحاجات دي هنتكلم عنها بعد شويه. شورت باول ده خلقه ربنا الباول بتاعته قصيره، او في بعض الاحيان فاكرين الان اي سي نيكروتايزنج انتيروكولايتس اللي خدناها في النيونيت، احيانا بيحصل جانجر مسلوب فيحتاج الدكتور الجراح ان هو يدخل يعمل ريسكشن انستموزس، فيروح قاصص حته من الانتستين وملزق الباقي مع بعضه، فالشورت باول ممكن يبقى كونجينيتال وممكن يبقى سكندري تو ان اي سي، سكندري تو اوبريتد ان اي سي. والسيلياك ديزيز اللي بيحصل في السيلياك ديزيز اللي هنشوفه دلوقتي، ان الفيلاي اللي هي بتبقى طالعه بالشكل اللي انتوا كلنا متعودين عليه بيحصل فيها اتروفي اتروفي اتروفي، فبتهبط بتهبط بتهبط. عارفين يا جماعه لما تبقى الفيلاي عامله بالشكل ده كده، ده بيدي مساحه كبيره للسيرفيس اريا كبيره للانتست انها تمتص لما يبقى فيه كورجيشنز موجوده بالشكل ده كده. تخيلوا لو الفيلاي دي كلها هبطت كده ورقدت على الارض، التوتال سيرفيس اريا المتبقيه للامتصاص هتبقى ايه؟ قليله، فبتاثر على السيرفيس اريا، الافكتيف سيرفيس اريا بتاعت الانتست بتقل. تشينج في الموتيليتي، الهايبو موتيليتي تعمل دايريه والهايبر موتيليتي تعمل. طب الهايبر موتيليتي من اشهر الحاجات اللي ممكن تعمل هايبر موتيليتي الثايروتوكسيكوزس، عارفين اخدتها في الاندوكراين كل حاجه سريعه، حتى الموتيليتي بتاعت الانتستين اللي عندهم دايريه. طب الهايبو موتيليتي تعمل ازاي؟ لما يبقى واحد عنده هايبو موتيليتي لاي سبب من الاسباب، ان شاء الله يكون حتى هايبو ثايرويدز، الانتستين الاكل بيتركن فيها، فيوتريفاكشن، تعفن، تخمر، يروح داخل في ايه؟ في دايريه. هتاخدوا الحته بتاعت الهايبو موتيليتي دي ان شاء الله السنه الجايه في الجراحه، في حاجه اسمها في الكانسرز بتاعت الجي اي تي، لما بيحصل اوبستراكشن والاكل بيتركن في الامعاء بتاعت البني ادم، سبيوريوس دايريا، الدايريا الكاذبه. سبيوريوس، كلمه سبيوريوس عارف يعني ايه؟ سبيوريوس دايريا معناها بيسموها الدايريا الكاذبه، لان هو اكشوال بيبقى عنده كونستيبيشن، ومن كتر الريتنشن الكونستيبيشن اللي طول ده الاكل بيتعفن وتخمر ويروح يتحول لفلويد من البريك داون بتاع البكتيريا
ونروح نبدا بصوره طياريه كذا باش ماش بيوريش طياريه. بكتيريا الاوفر جروث بيعمل بايل سولد، مش مهم. المهم الايتيولوجي هي الحاجات اللي فوق دي كلها ننزلها تحت صوره اسباب. الاشهر المال ابزوربشن سندروم ديسكاست ليتر، هنتكلم عنه بالتفصيل دلوقتي. اندوكراينا الثيرويد جلوكوز تعمل، والاديسون ديزيز يعمل. على فكره اديسون ديزيز من الحاجات اللي بتبقى ميزت. الاديسون ديزيز هتاخدوه في البطنه، الوقت اللي بيبقى جيتنج كاشكتك وعنده بوليوريا وعنده اسهال وعنده بيجمنتيشن وهايبوتنسيف وهايبوجلايسيميك. الشكل ده يعني ممكن يجي لكم كيس على فكره، ومتهيألي ان هو يجي كيس مره في امتحان البطنه. جات لكم حاله مره في امتحان بطنه الاديسون ديزيز بالشكل ده، وبيبقى ميزد كتير من عيون الناس. يعني في ناس كتير ما جاله اسهال تديله انتي دايريال، مش عارف جاله بوليوريا روح اعمل له تحليل جلوكوز في البول. لا، حط في دماغك ان في هناك اسباب اخرى. النيوبلازم النيوربلاستوما هناخدها ان شاء الله في الهيماتولوجي، بتطلع لها بارا مالجننت مانيفستيشن، بتطلع ممكن تطلع في اي بي فازو اكتيف انترنال بيبتايد ويزود الموتيليتي ويعمل دايريا. والدايريا مع النيوروبلاستوما لها اسم ظريف جدا، يعني ده لو قلته في الاورال لاي حد بتاع هيماتولوجي يحترمك قوي، اسمه كيرنر موريسون سندروم. كيرنر موريسون، ايه الكيرنر موريسون سندروم ده؟ طفل عنده نيوروبلاستوما وعنده زياده في الفي اي بي، عامل له ماركت ووتر ايز دايريا. ها؟ وغير ابو الفتوح سندروم. يا ابو الفتوح اهدى عليها شويه، انا مش قدك، شكلك زودت هاردات جديده في اجازه نص السنه ورمات بقى وكده، حاجات باين عليك. ايه والشاسيه اتغير خالص، بتنام كم ساعه في الاسبوع؟ 3-4 ساعات اكيد، اكتر في الاسبوع. كيرنر موريسون M O R R I S O N، كيرنر موريسون سندروم. زولينجر إليسون سندروم زيادة الجاسترين، عارفين اللي هو تيومر في النون بيتا سيل، البيتا سيل بتاعت لانجرهانز دي اللي هي بتطلع مين؟ اللي هي بتطلع الانسولين. لو حصل نيوبلازم في النون بيتا سيلز في البنكرياس بتعمل حاجه اسمها زولينجر اليسون سندروم، بيطلع جاسترين. والناس دول على فكره معرفش هتاخدهم في البطنه، لا بيبقى عندهم بيبتيك ألسر، لان الجاسترين ده بيزود السكريشنز بتاعت بيبقى عندهم هايبر اسيديتي وبيبتيك ألسريشن. اوكي، ميتابوليك جلاكتوزيميا وتيروزينيميا هنحفظها. كرونيك نون سبيسيفيك دايريا او اللي بيسموها تودلر دايريا، اتس فيري كومن. الدايريا دي فيري كومن بقى، ودي حاجه ظريفه جدا هتشوفها في حياتكم. طفل تودلر، عارفين تودلر اللي هو مين؟ تودلر اللي هو الجليد، الطفل اللي من سن سنه، ثلاث سنين، هو قبل سن الحضانه وبعد سن المشيان، السن المقرف بقى اللي عايز حد يبقى قاعد معاه في البيت. تيجي تروح في حته تلاقيه شخصان فيك، عايز حد فيسموه التودلر، عايز حد يقعد معاك، او اسمه الجليد. التودلر ده الطفل في السن ده يا جماعه هو الطفل اللي عمال ياكل شيبسي وكرانشي وعمال ياكل فروتس وعمال يشرب جويسز ويحب البيبسي ويحب مش عارف ايه، عمال ياخد سناكس ان بتوين ميلز. السناكس ان بتوين ميلز وبالذات الفلويدز الكتيره دي تخليه يجيب براز كتير، يجيب من 3 ل6 مرات في اليوم لوب موشن. ماشي؟ الطفل ده اللي احنا بنقول عنده تودلر دايريا، الدايريا مش مأثره عليه خالص، نورمال جروث، مفيش مال نيوتريشن، مفيش اي مانيفستيشن لديفيشنسي مانيفستيشن لاي حاجه، واخد بالك؟ الاسهال اللي عنده ده يظهر بالنهار اثناء ما هو عمال ايه؟ يعك. بالليل وهو نايم ما يجيبش كميه البراز الكتيره دي، يعني لما يبقى اوفر نايت كده نام من الساعه 12 للصبح ما يجيبش براز، يبقى طبيعي. الاسهال بيجي فقط في الوقت اللي عمال ايه؟ بالبلدي كده اللي عمال يرمرم فيه، اللي هو عمال ياخد فلويدز وعصاير وشيبس وكرانش والكلام ده. دي اسمها تودلر دايريا. من اهم مميزات التودلر دايريا في تحليل البراز انه يكتب لك ايه؟ اندايجستد فود بارتكلز. وجود الاندايجستد فود بارتكلز في تحليل البراز از ا جود ساين، معناها ان الاسهال اللي موجود عنده ده تودلر دايريا، بياكل كتير ما بيلحقش يهضم فبيروح منزله لك اندايجستد. مفيش معاه اي حاجه بتشخص الاكسكلوجن، اتفقنا ان الولد كومبليت اللي هيبقى نورمال. الايفالويشن المال ابزوربشن سندروم جاي بعد شويه، ميتابوليك سكرين لو انت شكيت في حاجه ميتابوليك، اندوكراين الاساسي لو شكيت بقى ولد عنده علامات ثيروتوكسيكوزيس، عنده اديسون ديزيز، فكر في الحاجات دي. تودلر دايريا بتتشخص بالاكسكلوجن، طفل بس خدوا بالكم مش اي طفل بقى يجي لك بالتليفون
قالوا يا دكتور فلان ابني عنده اسهال مش عارف ايه وبتاع، سنه كام يا ستي؟ ده تضلر دايريه. لا لازم تبص عليه بعينيك، توزنه، تعمل له اسسمنت، تشوف الجروث بتاعه طبيعي ولا لا، والبارامترز بتاعته طبيعيه ولا لا، عشان في الاخر تقول ان الولد ده عنده تضلر دايريه، علشان ما يبقاش في دياجنوزس مهم مسد من حضرتك. هنعالج اكوردنجلي على حسب السبب، والطفل اللي عنده تضلر دايريه هتليمينيت الان بتوين سناكس، يعني حاول بقى ايه تقلل الفلويد انتيك اللي هو بياخدها، تقلل البيبسي وتقلل مش عارف ايه الحاجات دي. يعني لو جالك طفل عنده تودلر ورايا، تودلر دايريا، اسال نفسك سؤال مهم، مين وراه؟ هتلاقي البيبسي هو اللي وراه، بيشرب بيبسي كتير. مال ابزوربشن سندروم جديد متوقع 2008، ده جديد ما كانش موجود قبل كده. تعريف المال ابزوربشن سندروم ثلاث نقط. النقطه الاولانيه diminished intestinal absorption of one or more nutrient one or more dietary nutrient نتيجه حاجه من اثنين، تو ميجر ميكانيزمز، يا اما لخبطه ان الطفل مش قادر يعمل جود دايجيشن، او الطفل مش قادر يعمل جود ابزوربشن، يا اما في مشكله في الابزوربشن يا مشكله في الدايجيشن. كلمه الساتوريا هتاخدوها في البطن، ان احيانا بيستخدموها كايكوفالنت للمال ابزوربشن سندروم، لكن هو الايكوفالنت ده مش مظبوط، لان مش كل المال ابزوربشن سندروم معاه ستاتوريا، واخد بالك؟ الستاتوريا معناها بالكي جريزي اوفنسيف ستول نتيجه الفات مال، فات مال ابزوربشن اساسا اوفنسيف. الامبير دايجيشن اكتر اورجانز اللي بيعملوا دايجيشن الليفر والبنكرياس، الليفر بينزل البايل سولتس بتاعته، والبنكرياس بيطلع البنكرياس جيوس بتاعته، الاثنين دول بيساعدوا في الابزوربشن. الحاجات اللي تضرب الليفر مثلا كورونيك هيباتايتس، او لو واحد عنده بيليار اتريزيا، بيليار 3 مقفوله. البنكرياتيك كورونيك بنكرياتايتس برضو من تحت موجود عندكم. البرولونج بروتين كالوري مال نيوتريشن كان بيعمل ميوكوزا الاتروف، وتفتكروا الرسمه الشهيره اللي كانت هناك، كنا راسمين بنكرياس وحصل فيه اتروف للاسناي بتاعته، صح؟ السيستيك فايبروزيس مرض مش على حضرتك، رغم ان هو السيستيك فايبروزيس ده من اشهر امراض المال ابزوربشن سندروم في الكوكازيان اللي هم بره. طبعا انتوا كلكم مش كوكازيان، ولا فيكم حد كوكازيان؟ ابو الفتوح كوكازيان اه، بس مش كل الناس يعني، وسعيد برضه. الانتستاينال ستيزس الميكانيزم ده الحقيقه مش مكتوب عندهم في الكتاب الاسم، بس مكتوب في كتب كتيره ثانيه وتحته تايتلز مهمه. البروتين كالوري مال نيوتريشن ثاني علشان الاسناي اتروفي. ستاجنانت لوب سندروم، ستاجنانت لوب سندروم ده واحد عنده الانتستين بتاعته هايبو موتيليتي، فالبراز بيجي بيتركن بيقعد يستجنب. انت عارف لما يبقى في بركه والميه راقده فيها بتتمر وتتعفن، نفس الكلام كده. فالستاجنب دور سندروم ده على فكره برضه هتاخدوه ان شاء الله في الجراحه السنه الجايه في الجاسترو انترولوجي. هل هو سندروم نتيجه مرض ما؟ ممكن يكون نتيجه ستريكشر في الانتستين، ممكن يكون خلقه ربنا، ممكن يكون هايبو موتيليتي، المهم ان فيه ستاجنيشن للستور انسايد ذا انتستين. انفلاماتوري باول ديزيز سمعتهم كتير، الكرونز والابسولوتيف كولايتس، برضه من الحاجات اللي من الانفلاميشن اللي بيبقى موجود اول ثرو ذا انتستين، الانتستين بتبقى هايبو موتيليتي وبيحصل معاهم ستريكشرز كتير على فكره. فبرضه الانفلاماتوري باول والكرونز من الحاجات المشهوره بالستريكشر والفيسترا فورميشن، الستريكشرز دي بتعمل ممكن تعمل ستاجنيشن للفود بارتكلز، تخمرات تؤدي الى مال ابزوربشن سندروم. امبيرد دايجيشن حاجه من اثنين، يا اما جنرالايزد مال دايجيشن او سبيسيفيك امبيرد سوري ابزوربشن، يا اما جنرالايزد مال ابزوربشن، يا اما سبيسيفيك نيوتريانت مال ابزوربشن. الجنرالايزد كرونيك انفكشن زي الجارديا لامبليا والتي بي انترايتس والبلهارزيزس، انا الحقيقه ما اعرفش ان البلهارزيزس بتعمل القصه دي، لكن مكتوبه عندهم. السيلياك ديزيز هناخده بعد شويه، شورت باول والانتستينال تيومر زي الليمفوما من الحاجات اللي مشهوره في الموضوع ده، الانتستينال انتستينال ليمفوما او بتبقى نون هوجكن ليمفوما، نون هوجكن ليمفوما. سبيسيفيك مال ابزوربشن، امسك اي حاجه ممكن تبقى هي سيلكتفلي هي لوحدها افكتد، مثلا الكربوهيدرات، بره على فكره يعني اقول لك على حاجه، بره ممكن تلاقي السنو نازل كده وانت ما انتش شايف جسمك اصلا من السنو، والناس عايشه وبتشتغل، ايه المشكله؟
هتقعدوا النهارده يعني. ده الصوت ده ايموشن. كوريك بروتين مال الدوشه بيعمل حاجتين، بيعمل اتروفي للماي مش لاقي تعمل ريجنريشن، بتعمل اتروفي للاسنان مش لاقي تعمل ريجنريشن. الاسنان دي بتطلع حاجات ديجستيف والماي دي حاجات اضرار. كربوهيدرات مال ابزوربشن اديني اكزامبل له لاكتوز انتولرانس. معلش بقى يعني مش منطق لاكتوز انتولرانس جلوكوز جالاكتوز جلوكوز جالاكتوز مال ابزوربشن. انا بس عايز اقول لكم على حاجه، ان الحيطان اللي حواليكوا دي خشب والسقف ده خشب، يعني ممكن فجاه تلاقي كل ده راح. سبيسيفيك ماس فات مال ابزوربشن ا بيتا لايبو بروتينيميا. سمعت عن حاجه بالاسم ده ا بيتا لايبو بروتينيميا؟ هتروح فين من ابو وما بيرتبش؟ سبحان الله حاجه غريبه جدا يعني. انا لو عندي ربع الطاقه المذاكريه بتاعته دي 1 على 10 منها، كان زمان طلعت الاول على القصر العيني وانا هنا في حاجه سبيسيفيك امينو اسيد. بقول بقيت البقى. لو قلت اربع علامات كمان للابيتا لايبو بروتينيميا تاخد 10 جنيه جد. يلا ها صح، ما انت قلت واحده اكانسو سايت. بس اكانسو سايتس دي يعني في حاجات اشد، يعني في مثلا ريتينيتس بيجمنتوزا، في اتاكسيا. يا راجل ده اشهر سبب لاسباب التريتابول اتاكسيا أبيتا لايبو بروتينيميا. طب الاتاكسيا بتحصل عشان فيتامين اي مال ابزوربشن. ده انت جامد اهو. سبيسيفيك فات مال ابزوربشن أبيتا لايبو بروتينيميا. على فكره انتوا قد يبان لكم ان الكلام اللي انا بقوله واللي بيقوله الدكتور مش عليكم، لكن هتكتشفوا في اخر السنه ان هو عليكم في موضوع الليبيد ديس اوردرز في البطنه. خدتوه؟ طب ما انتوا ناس كويسين اهو. سبيسيفيك امينو اسيد مال ابزوربشن. في امينو اسيد ما بتمتصش لوحدها، يا اما الانتروكاينيز. الانتروكاينيز ده بيعمل ايه؟ الفاينل ستيب الفاينل ستيب في تكسير البوليبيبتايد تشين هو وجود الانتروكاينيز انزيم. لو الانتروكاينيز مش موجود شويه الامينو اسيدز اللي متبقيه دي مش هتعرف تمتصها، الملزقه في بعضها مش هتعرف تمتصها. في سبيسيفيك كاريرز لامينو اسيدز معينه ممكن ما تبقاش موجوده. المرضين دول مش عليكم، مرض اسمه هارت ناب ديزيز ومرض اسمه بلو دايبر سندروم. هارت ناب ديزيز ده طفل ما بيقدرش يمتص بعض النيوترال امينو اسيدز. عارفين النيوترال امينو اسيدز؟ ها؟ كلمة ايه؟ ايوه؟ كلمة لاو، ليوسين والانين واو او ده اللي هو ايه بقى؟ معرفش انا الاو ده اللي هو ايه؟ هو نيوترال امينو اسيدز اشهرهم الالانين والليوسين. ال هارت ناب ديزيز، كلمة هارت ناب ده كلمة هارت اسم العيلة اللي اكتشف فيها المرض ده. عيلة هارت ناب، الاسم كلمة هارت ناب مش اسم العالم، ده اسم العيلة اللي اكتشف فيها المرض. بلو دايبر سندروم ده طفل ما بيقدرش يمتص التريبتوفان. ما انا مش عارفهم بالظبط، هم اربعة، انا عارف الليوسين والالانين. اكتبي ايه جي ليوسين والانين خلاص. لاو ال اي اي او هجيبهم لك ان ديتيلز. لا بلو دايبر لا ما عندوش بلاجرا. بيبقى عنده راش لايك، بيبقى في مال ابزوربشن للتريبتوفان. السبيسيفيك فيتامين ديفيشنسي، فيتامين دي ديفيشنسي في مال ابزوربشن خدناها قبل كده. مال ابزوربشن بتاع فيتامين دي فوليك اسيد بي 12 مال ابزوربشن. بي 12 مال ابزوربشن ده في البرنيشس انيميا صح؟ هناخدها ان شاء الله في الهيماتولوجي. اخر حاجه سبيسيفيك مينرال مال ابزوربشن زي المال ابزوربشن للزنك، حاجه اسمها اكرو ديرماتايتس انتروباثيكا، ما بيقدرش يمتص الزنك اللي موجود في البريست ميلك. مانكس ديزيز ده مال ابزوربشن للكبر. الكلينيكال برزنتيشن بتاع المال ابزوربشن سندروم، فيتشرز اوف اوفاكوز. مش دايما تحط دماغك ان المشكله كلها جي اي تي وتبعد خالص على الاكسترا انتستاينال مانفستيشن، ممكن يبقى في بره كلو لسبب المال ابزوربشن. عنده مثلا جوندس ليفر كبير، علامات ليفر سيل فيلر، يبقى احتمال يكون سبب المال ابزوربشن كرونيك ليفر ديزيز. ماشي؟ ممكن يكون في ريليشن تو سيرتن فودز، لما بياخد اللبن اللي فيه لاكتوز بيجي له اسهال، لكن لو خد اي اكل ثاني ما فيش فيه لاكتوز ما يجيلوش اسهال. هنا تشك في لاكتوز
intolerance. الجنرال سبيكينج عنده مال ابزوربشن لكل حاجه، لكل المكونات بتاعه الاكل بتاعه، وبالتالي هتلاقي عنده جنرال ايل هيلث، صحته تعبانه، ضعيف، انيميك، بيل. ادخل على الجي تي مانيفستيشن تلاقي عنده دايما ماوس ألسرز، قرح في البق، تلاقي عندهم جلوستايتس، ابدومينال ديستنشن، بطن منفوخه وفي فلاتولنس باستمرار، وريحته بتبقى وحشه ومحدش بيحب ان هو يقعد جنبه علشان الروائح الكريهه اللي بتنبعث منه من كل حته. ستياتوريا بيل، حتى الستول بتاعته بتبقى بيل اوفنسيف ستول، بيل جريزي بالكي اوفنسيف ستولز. طبعا بيبقى عندهم كرونيك دايريا. خدوا بالكم ان الكرونيك دايريا هو عرض من اعراض المال ابزوربشن سندروم. النيوتريشنال ديفيشنسي دي سهله، ممكن انتوا تالفوها حتى من المال نيوتريشن. لو عنده فات مال ابزوربشن هتلاقي عنده نص سب كوتينيوس فات، عنده بروتين مال ابزوربشن ممكن تلاقي عنده نيوتريشنال اديما، العضلات بتاعته تلاقيها ويستد، والوزن بتاعه يبدا يقل، يبقى فيه ويت لوس لان العضلات هي اللي بتوزن اكتر. الكربوهيدرات هتلاقي فيه هايبوجلايسيميا. اخر حاجه المينرال اند فيتامين ديفيشنسي ممكن اكوردنجلي بقى، يعني لو مثلا عنده ايرون ديفيشنسي ممكن تلاقي عنده لما ناخدها ان شاء الله المره اللي جايه الانجولار ستوماتايتس والكولونيكيا والبالور اللي موجود. لو عنده سي مثلا فيتامين دي ممكن تلاقي بعض علامات الريكتس موجوده، مش كلها، بعض علامات الريكتس مي بي بروجكت. في حاجه اسمها اكرو ديرماتايتس انتروباثيكا، اللي اسمها اكرو ديرماتايتس وانتروباثيكا. الزنك بيقل، بيبقى في ده عباره عن هيريديتري ديزيز، غالبا بيبقى مال ابزوربشن في الزنك، بيظهر كلينيكالي بعد سن 6 شهور مع بدايه الويننج، لما الام تبدا تقلل لبن الام، اللبن بتاعها بالنسبه للطفل، يبدا الولد ده يجي له علامات الايه. علشان كده يا جماعه التايمنج بتاع الاكرو ديرماتايتس انتروباثيكا في الظهور هو نفس التايمنج بتاع الكواشوركور، عشان كده ده اشهر حاجه، ها، بتبقى مصدر ديجنوز على انها كواشوركور شبهه. الزنك ده بيعمل ايه اصلا؟ الزنك ده يا جماعه سيلولار بروتكتيف، بالذات السيلز بتاعت السكين من بره والسيلز بتاعت الميوكوزا من جوه. السيلز بتاعت الجي اي تي لما بتتضرب بتعمل انتيروباثيكا، من الاسم انتيروباثيكا، يبقى في باثولوجيك تشينجز بتحصل في الانتريك ميوكوزا، بيبقى عندهم مال ابزوربشن سندروم وكرونيك دايريا. يبقى عنده مشكله موجوده في السكين من بره، تلاقي عنده درماتيتس اكرال بريفرال، تلاقيها على ايديه وعلى رجليه من تحت، واوريفيسيا تلاقيها حوالين وشه، حوالين بقه، وحوالين ايه؟ فتحه الشرج بتاعته، حوالين الانال كمان، بيري انال، تبقى بيري اراوند اوريفيسيز واكرال، الاوريفيسيز يعني حوالين في وشه وعلى الباتوكس بتاعته، منطقه النابكن اريا. برضو بقى عندهم الوبيشيا. الشكل ده لو انت شفته شبه كوشركور، شبه الطفل اللي عنده كوش، حتى التايمنج بتاعه. لكن هنا العلاج بتاعه على فكره هو مونو ثيرابي، الولد ده لو خد زنك فقط، زنك شراب اونلي، هيتحسن ويبقى كويس ويدي دراماتيك ريسبونس. اكرو درماتيتس انتيروباثيكا اكرل يعني اطراف. علشان تقول ان في الولد ده عنده مال ابزوربشن سندروم، اعتقد برضو الكلام ده انت هتاخده بالبطن التفاصيل اكتر، لكن احنا يهمنا الكلام بتاعنا. اول حاجه اسال نفسك السؤال الاول الولد ده عنده مال ابزوربشن ولا ما عندوش، يبقى لازم في كرايتيريا لوجود المال ابزوربشن. كربوهيدرات مال ابزوربشن، لو ما بيقدرش يمتص الكربوهيدرات بتنزل في الاستول، ممكن نلاقي في ريديوسنج سبستانس موجوده في الاستول. الكربوهيدرات دي ممكن تتحول الى الكورسبوندنج اسيد، يعني مثلا اللاكتوز يتحول للاكتيك اسيد، يطلع ينزل اللاكتيك اسيد يعمل بري انال سورنس. اللاكتيك اسيد ده ممكن تكتشف ان البي اتش بتاعت الاستول بقت اقل من 5، السي بي اتش للاستول، وفي ريديوسنج سبستانس موجوده في الاستول. في عندكم حاجه في البطن اسمها بريس هيدروجين تيست. البريس هيدروجين تيست ده على ما انا افتكر، يعني انا طبعا ما بنعملوش عندنا في الاطفال، ده عندكم انتم، افتكر من 12 سنه ايام ما كنت في سته، بتجيب كميه من الكربوهيدرات وتقيس الاول الهيدروجين اللي طالع في النفس، وبعدين تروح مدي الكربوهيدرات ده للطفل وتستنى شويه مثلا ساعه او ساعتين، وبعدين ترجع تقيس الهيدروجين تاني. الفكره بتاعته ان الكربوهيدرات ده بينزل لما بيحصلوش ابزوربشن كويس، هيبقى ديليفرد للكولون، الكولون البكتيريا اللي موجوده فيه تبدا تعمل دي كونجوجيشن وتطلع ايه؟ H2S ولا هيدروجين ايون. من H2S يروح طالع الهيدروجين ايون ده، الهيدروجين ايون اللي طالع من H2S ده يروح ماشي في السكه وطالع لك عن طريق الايه؟ وطلع عن طريق النفس. فبقى في زياده في الهيدروجين ده، في الهيدروجين ايون في النفس. في جهاز، في اجهزه بتقيسه على فكره، يعني ما اعتقد في جهاز في قصر العين مي بي 4 مش 4 بقى، انا بقول لك الفكره اللي انا فاكر، الموضوع اللي انا فاكره يعني قصته ايه. الفات مال ابزوربشن
لو انت بتعمل سكريننج تحت تحت الميكروسكوب هتلاقي في فات جلوبيولز، لكن الادق يا جماعه ان احنا نعمل كوانتيتيشن للفات في الستول بتاع ال 24 ساعه. بنروح نقول لام الطفل البراز ده، الطفل ده البراز بتاعه ما يترميش في التواليت، حضرتك هتجمعوه لمده 24 ساعه، وروح هم واخدينه ومنشفينه ومجففينه، وبعد ما يجففوه بطرق معينه يقيسوا كميه الفات قد ايه. غالبا الباثولوجيك ليفل يكون اكتر من 1 جرام في ال اكتر من 1 جرام في اليوم. انا برضو مش عايز اديكم فيجر تحفظوه، لكن هما بيقيسوه بيوزنوه بيوزنوا كميه الفات قد ايه، وده ادق من انك انت تلاقي الفات جلوبيولز في تحليل البراز العادي. بروتين مال ابزوربشن هنلاقي فيه زياده في حاجه اسمها الفا 1 انتي تريبسين في الاستول. الالفا 1 انتي تريبسين ده عباره عن بروتين اندوجينسلي بروديوسد في الانتستين وبيبقى ري ابزوربد اجين في الانتستين. وجود الالفا 1 انتي تريبسين في الاستول بيعني ان الانتستين غير قادره على امتصاص البروتين، بدليل انها مش قادره تمتص البروتين على نفسها اللي هي بتطلعه اللي هو الالفا 1 انتي تريبسين. ماشي، ده عباره عن اندوجينس بروتين بيطلع ويمتص تاني من خلال الانتستين، فالمفروض ما يبقاش موجود في الستور، لوكالي بيطلع ويرجع تاني للجسم. فور ذا كوز هم 5 اس ستول كالشر، علشان بقى ستول كالشر واناليسز، علشان لو في بكتيريا، لو في تي بي، لو في جارديا لامبليا، ليكوسايتس لو كان في كرونيك انفلاميشن في الكولون، او لو كان في كرونيك انفلاميشن في الانتستين ممكن تطلع في زياده في في الوايت بلاد سيلز. باريام ستادز شوف بقى لو في ستاجنانت لوب، لو في شورت باول، في ستريتشرز موجوده، اوبستراكتيف ليجنز. اندوسكوبيك ستادز، ودي من الحاجات اللي بدات تتعمل عندنا ريسنت، يعني الدكتور حاتم كان في جريت اورموند ستريت لمده سنتين ولسه راجع، قعد سنتين يتعلم على موضوع الاندوسكوب والبايوبسيز والحاجات دي هناك، فبدا يتعمل عندنا الكلام ده بقاله اعتقد 6 شهور تقريبا في وحده مناظير اطفال حاليا، بيعملوا اندوسكوب من فوق ومن تحت، ويدخلوا حتى لحد السمول انتستين ولحد اللارج انتستين، ويبدا ياخد بايوبسيز. في امراض كتير ما بتتشخصش بالبايوبسي، منها مثلا السيلياك ديزيز. السيلياك ديزيز من اشهر تشخيص له ان انت تعمل بايوبسي، وبعض الانفلاماتوري باول ديزيز بتتشخص بالبايوبسي. سويت كولورايت تيست متهيألي ان هو ما بيتعملش، ما اعتقدش ان هو بيتعمل في مصر يعني، يعني حتى لو بيعملوه بياخدوا العينه يبعتوها بره وايه ويحللوه ويرجعوا. السويت كولورايت تيست ده عشان تشخيص السيستيك فايبروزز، وده على فكره مش كونكلوسيف، ده زي التوبيكلين تيست في التي بي. السويت كولورايت تيست ده بيسلكت الكيسز فور فيرذر انفستيجيشنز، يعني بيتعمل لهم دلوقتي ميوتيشن اناليسز وبيتعمل لهم حاجات ثانيه. سيلياك ورك اب، السيلياك برضو من الحاجات الاندر دايجنوزد، موجوده في المجتمع على فكره، ممكن تشوفوها كتير حتى في الناس الادلت اللي حواليكوا، لكن بتبقى اندر دايجنوزد. سيلياك ديزيز اللي هنتكلم عنه دلوقتي. هو ده موضوع كبير بقى، موضوع كبير ومش عليكي. يعني انا هتوهي على فكره ان لها ميكانيزم معين، ده السكيل وده الانتستين. السكريشن بتبقى مينلي فيها كلورايد. ماشي، في السكيل لما بيجي في الميكانيزم بتاع السويت برودكشن بتطلعي ميه باملاح وتعملي قصاد ما بتعملي كل صوديوم بتطلعيه بتمتصي قصاده كلورايد بيرجع لك لجوه الجسم. في السيستك فايبروزس في امبيرمنت للميكانيزم ده والميكانيزم ده. لما الميكانيزم ده يتضرب السكريشن دي تبقى جافه ناشفه، الكلورايد ده بيسحب وراه ميه فبيعمل ليكوفاكشن، فالسكريشن دي بتنشف. حتى المرض ده يسموه ميوكوفيزيدوزس، لان السكريشن دي بتبقى فيسد، واخد بال حضرتك؟ ولو الميكانيزم ده اتضرب هتلاقي ان الكلورايد اللي طلع هنا كتير، ما انت بتطلع صوديوم بيطلع صوديوم كلورايد، واخد بال حضرتك؟ الكلورايد ده يرجع ايه؟ يرجع يدخل تاني. لو الميكانيزم ده اتضرب لان نسبه الكلورايد اللي موجود في السويت عالي. فده سكريننج المرض رهيب، يعني ده مرض فظيع وله جمعيات على النت، تبرعوا لامراض مش عارف سيستيك فايبروزس ويقعدوا يقابلوا بعض ولهم منتديات للسيستيك فايبروزس، ادخلي على النت وانت تعرفي مور اند مور ديتيلز. المرض بشع يعني. ده بيقابل عندنا السيستيك فايبروزس بره، ده يقابل عندنا ايه مثلا؟ يقابل عندنا مثلا الهيباتيتس سي كده. هيباتيتس سي عند الناس الكبار يعني شايفين واتس كومن قد ايه، يعني هو قد ايه كومن عندهم كتير جدا، لدرجه ان هو من ضمن البري ناتال بري ماريتال سكريننج. لو مثلا الناس عايزه تتجوز وكده بيروحوا مستشفى محترمه، من ضمن الحاجات اللي بتعملها ورك اب الميوتيشن بتاعه السيليا
بتاعت السيستيك فايبروزس عشان ما يجيبوش طفل عنده سيستيك فايبروزس. سويت كلورايد تيست، الكلورايد بيكون كتير في السويت، ولو انت عايزين تعرفها بالظبط يبقى اكتر من 60 ملي ايكوفالنت، اكتر من 60 ملي ايكوفالنت بير لتر، اكتر من 60 ملي ايكوفالنت بير لتر. العلاج هتعالج السبب ميديكال او سيرجيكال. ادكوت نيوتريشن، ادكوت نيوتريشن هتعمل ايه؟ تدي له حاجات ما بتعتمدش على في الامتصاص بتاعها على الليفر ولا على البنكرياس زي الميديم تشين ترينجل سترايز، وتعمله سبلمنتيشن بالمينرالز والفيتامينز على قد ما تقدر، لان في اسباب مش هتعرف تحلها. يعني الكرونز والانفلاماتوري بقى، وهتحلها ازاي؟ بتدي ميديكيشن زي ما هتاخدوها انتوا حضراتكم في البطنه والجراحه، لكن ستيل هيتنيه طول عمره عايش بكرونز، وستيل هيتنيه طول عمره عايش. سيليك ديزيز من الحاجات اللي موجوده في كل كتب الاطفال وعمره ما جه في امتحان، وانا شخصيا ما اعرفش ليه، رغم ان هو مرض محترم وشائع. ده عباره عن فاميليال ديزيز. المشكله هنا بتحصل ازاي بقى؟ ناس عندها انتوليرانس لا يستطيعوا التعامل مع الجليادين فراكشن في بروتين اسمه جلوتين، بروتين كبير كده، بروتين نباتي بيبقى موجود فين؟ في القمح والشعير، وفين كمان؟ والشوفان. مش معنى حاجه اسمها الشوفان في الويت والراي والبارلي. ويت راي بارلي. انا بقى بقرا كلمه الشوفان دي، ما اعرفش، انا عمري ما شفت الشوفان، بس هو تقريبا حاجه زي القمح وزي الشعير كده. المهم البروتين النباتي ده اسمه جلوتين. الجلوتين ده عباره عن امينو اسيدز راكبه مع بعضها كده، في فراكشن في النص هنا كده فيه اسمه جليادين، سيكونس معين كده في البروتين ده اسمه جليادين. الولد عنده حساسيه جامده للجليادين فراكشن ده. اللي بيحصل بالظبط ايه؟ هتشوفه في الباثوجينيسيس. ده فاميليال ديزيز وراثي، واخد بال حضرتك؟ لازم يبقى في جينيتك بريدسبوزيشن، لازم العيله دي يكون فيها من العائلات المنتشر فيها قصه السيلياك ديزيز. بيقول يعني بيقول لك احتمال يكون الجزء ده بالنسبه لك انت كبني ادم طبيعي ما هوش توكسيك، لكن بالنسبه للاطفال دول توكسيك. واحتمال يكون في انترفنشن مع انفايرمنتال من بره، ممكن يكون الاكل، الجو، الاكل، الكلايمت اللي هو عايش فيه. لكن هو دلوقتي الكلام ده كان قديم على فكره، دلوقتي اتعرف اصلا ان الجلوتين، الجليادين فراكشن بتاع الجلوتين وين كام ان كونتاكت مع الانتستين بياكتيفيت التي لينفوسايتس. التي لينفوسايتس بتبدا تطلع ميدياتورز، من ضمن الميدياتورز دي حاجات سايتوكاينز واشياء اخرى بتعمل ايه؟ اتروفي انفلاميشن في الانتستين، بيبقى الانتستين انفلتريتد بالينفوسايتس، كرونيك انفلاميشن بيحصل في الانتستين، والنتيجه النهائيه بتاعته بيحصل في اللاي اتروفي، بيحصل في اللاي اتروفي. ماشي؟ ده الفاينل، الكلام اللي تحت ده هو ده الفاينل اللي هو في رقم 2. ايه رايكم في مرض السيلياك ديزيز؟ تعالوا نبص عليه كده. بيبدا في الظهور في الطفل اللي هو بيرضع لبن الام، ولا الطفل الويند؟ الويند، لان الحاجات البروتينات النباتيه دي مش موجوده في لبن الام. الطفل يتنيه طبيعي لحد سن 6 شهور او 4 شهور واتس ايفر، لحد ما يخلص الفتره بتاعت الاكسكلوسيف بريست فيدنج. اول ما الام تدخل الطفل اكل فيه حاجه من الحاجات الثلاثه دول، قمح او شعير او شوفان، يبدا الطفل يدخل في العلامات دي. واول الحاجات، اول ماكولات الام بتديها الطفل مش السريلاك والبسكوت اللي كان لسه داخل من شويه، ما الحاجات دي يا جماعه مليانه جلوتين ومليانه جليادين. وانس انها دخلت تبدا تعمل سنسيتيزيشن، يبدا الطفل يشتكي غالبا من بعد سن 6 شهور. هيبدا لما يحصل في اللاي اتروف انفلاميشن في الانتستين، يبدا يدخل في الكورونيك دايريه. والكورونيك دايريه في الاول بتبقى مثلا ولد مشكلته بتبقى مع الويت والراي والبارلي والكلام ده، بعد شويه الولد يبقى جنراليزد مال ابزوربشن، لان الانتستين كلها بقت اتروفايد، الفيلاي بقت اتروفايد، يدخل في جنراليزد مال ابزوربشن. لما يحصل جنراليزد مال ابزوربشن، العلامات بقى اللي احنا خدناها قبل كده، الابدومينال ديستنشن والفلاتولنس والويستنج، لدرجه ان هو في حاجه ظريفه قوي في الاطفال دول بقى عندهم علامات ان هو ابزوربشن سندروم اللي خدناها قبل كده. بقول لحضرتك ايه؟ دايما يجيب لك صوره طفل بالجنب كده، لو جاب لكم امتحان صور يجيب لك صوره طفل بالجنب، بطنه كبيره والباتوكس بتاعته ويستد. فكان في دكتور عندنا استاذ من زمان قوي يقول لك ايه الديسكريبشن ده، يقول لك ذيس بيبيز لوز فروم بيهايند اند اكواير فروم فرونت. اكواير فروم فرونت يعني عنده ماركت ابدومينال ديستنشن
كرش كبير كده ولوس فروم بهايند الباتوكس بتاعته بتختفي ماركت ويش بينج من ورا. لو جاب لك الصوره دي على طول حط اول ديفرنشال دايجنوزس سيلياك ديزيز. بيبقى عندهم فيلر تو سترايف دانتكس داتوريا وماركت انوركسيا فينجر كلابنج. الافات بقى فيتشر اوف مال ابزوربشن فيلر تو سترايف فينجر كلابنج فريكوينت اسوشيشن. ودي مشكله ان هناك لو كانت المشكله على الجي اي تي بس كانت مقبوله، انما لو يا جماعه ان في تندنسي لاكسترا انتستاينال مانيفيستاشن وكلها كوارث، لو ان في اسوشيشن جينيتيكالي ما بين السيلياك ديزيز وما بين الدايبيتس ميليتس، الحاجه اسمها سيلكتيف اي جي اي ديفيشنسي نوع من انواع الاميون ديفيشنسي نقص في التوتال اي جي اي اللي موجود في جسمهم، الليمفوما الروماتويد ارثرايتس السنه الليمفوما والرويد ارثرايتس. القائمه طويله بس ده الكومنست. التشخيص بتاعه اللي مكتوب في كتاب الاسم كده بيقول لك ايه، الولد ده مش مشكلته في الجليادين، الجسم بيطلع انتي جليادين، فايه في الانتي جليادين انتي بودي. والفاينل كورت انك انت تدخل تعمل انتستاينال بايوبسي تروح مطلع لك الانفلتريشن بتاع الليمفوسايتس في اللامينا بروبريا في الميوكوزا وتلاقي الفيلاي بقت اتروفايد. دلوقتي يا جماعه الانتي جليادين انتي بودز ده اي كلام، محدش بيعمله تقريبا، ما بيعملوهوش. ممكن يعملوا البايوبسي اه، لكن دلوقتي الكلام الجديد بقى الانتي تيشو ترانس جلوتامينيز انتي بودي والانتي اندومايسيال انتي بودي، دي حاجات مور سنسيتيف اند مور سبيسيفيك. بس خد بالك الانتي بودي اللي انت بتقيسه ممكن يبقى اي جي جي او اي جي ام او اي جي اي، يقول لك لا لما تيجي تقيس الانتي بودي قيس، لانك بتتكلم على ميوكوزا وانتي بودز شغاله على الميوكوزا فلازم تكون الانتي بودي انت بتجيبه اي جي اي، يقول لك اي جي اي انتي تيشو ترانس جلوتامينيز او اي جي اي اندومايسيال انتي بودي. هنا بقى لو انت تركز تاخد بالك من حاجه، ممكن تيجي تقيس الاي جي اي ده يا دكتور اللي هو انتي تيشو ترانس جلوتامينيز وانتي مش عارف دلوقتي انتي تلاقيه واقع قليل، تقول بس الواد ده ما عندوش، يقول لك لا احذر ده من الكومن اسوشيشن اصلا مع السيلياك ديزيز ان عندهم سيلكتيف اي جي اي ديفيشنسي، صح ولا غلط؟ فلما تيجي تقيس الانتي بودي لازم تقيس الاي جي اي كله اللي في الجسم علشان ما يبقاش ما يديكش فولس نيجاتيف ريزلت. فاهمين الحكايه دي؟ لما تيجي تقيس اي حاجه اي جي اي انتي بودي سبيسيفيك انتي بودي اي جي اي مثلا اي حاجه، يفضل انك تقيس التوتال اي جي اي، لان لو كان التوتال اي جي اي واقع هيديك فولس ريزلت لما تلاقي هتلاقي ان الانتي بودي ده هو كمان واقع. فاهمين ولا مش فاهمين؟ مش فاهمين صح؟ وعشان كده الكتاب مش كاتبها، وعشان كده بيسفولي اشطب عليها. اللي مش فاهم اشطب عليها يا جماعه عشان ما ايه؟ اقول لك على حاجه، هو في قاعده في المذاكره. قاعده المذاكره ايه؟ انك انت البرين دايما الحاجه اللي ما بيفهمهاش احفظ فيها زي ما انت عايز تحفظ، هو يعمل لها قماشه، اشيلها من سكته. الحاجه الصعبه او الغلسه او السخيفه او اللي مش مفهومه هو هيشيلها من سكته. فعايزين شويه من سككم من دلوقتي، ريحوا نفسكم ما تحفظوهاش. شيلها من سكته. هي في قاعده، اي حاجه هتقيس اي جي سبيسيفيك انتي بودي من النوع بتاع الاي جي اي لازم تقيس التوتال اي جي اي معاه في نفس الوقت. لان لو ده واقع هيوقع لك ده حتى لو كان المفروض يبقى عالي. هيوقعه لك وكمان. بس. التريتمنت بتاعه ايه؟ جلوتين فري دايت فور لايف. ده هنا بقى بيقول لك ايه؟ الاكل بتاعه ما فيش فيه جلوتين خالص. بياكلوا من علب خاصه كده لوحدها ومن باكيتات لوحدها والبسكوتات بتاعتهم لوحدها من الرز ومن والذره وحاجات كده. لو وصل للعلب ده بيقول لك ايه، عمل دراسه في مره لقوا ان في ناس عندهم اعراض بريزيستنت، اكتشفوا ان العلب الصحيح اللي محطوطه الاكل بتاعهم في تريسز اوف جلوتين بيبقى موجود على الجدران. تخيل عامل سم كده، تريسز اوف جلوتين دي تخلي الولد يرجع عنده الاعراض من تاني. فيو هاف تو بي ستريكتلي جلوتين فري دايت. في ناس بتقول لك احنا ممكن ندي الطفل جلوتين فري دايت لحد سن 12 سنه وممكن نتراي شويه جلوتين خفيفه بعد 12 سنه، لكن الكلام ده طب لو جاله ليمفوما او لو جاله اي ريسك في حاجه ثانيه؟ فولو اب.